نرجع لصالة الأمير عبد الله الفيصل والزميلة العزيزة منة المنيسي، ولقاء مهم الحقيقة في أول ظهور ليه بعد المنافسات اللي فاتت سواء السوبر المصري أو الدوري أو الكأس. كابتن إبراهيم فخر الدين المدير الفني لفريق السيدات، اتفضلي يا منة. كابتن هيثم برحب بحضرتك وبرحب نجوم استوديو التحليل بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. احنا لسه موجودين في الملعب وبعد الفوز طبعا بعد فوز فتيات الدعب على السجون الكيني النهارده، واول لقاء النهارده مع كابتن ابراهيم فخر الدين. كابتن برحب بحضرتك الاول على شاشه قناه النادي الاهلي والف مبروك الفوز النهارده، تحب تقول ايه بعد فوز النهارده؟ بشكر الجمهور اللي بيوقف ورا الفريق وبشكر الفرقه، ادائها النهارده احسن من الماتش اللي فات، فهناخد يوم راحة ومنتظرين نتائج المجاميع كلها اللي بعد كده. حضرتك شايف طبعا اكيد متابع كل المباريات، شايف مستوى البطولة السنة دي عامل ازاي وبتسعى لايه بالظبط وبتجهز لعيبتك بشكل ازاي؟ هو في فرقتين قويين في من كينيا وطبعا الزمالك مع والاهلي، هم دول يمكن الاربعة اللي بيتنافسوا دلوقتي. يمكن امبارح شفنا ماتش ايزي جدا، ماتش سهل كان بالنسبه لكم، ما كانش فيه اي صعوبه خالص. ماتش النهارده كمان يمكن الشوط الثالث كان احسن شويه، كان فيه منافسه شويه بس كان حلو، يعني احنا كنا لسه مسيطرين. بتجهز اللعيبه ازاي قبل المباراه؟ بنجهزها طبعا بان لو احنا عندنا معلومات بنعمل معاهم محاضره نشرح فيها فيديو او خطط لعب الخصم هيعمل ايه واحنا هنتصرف معاهم ازاي او هنهاجم ازاي. الحاجه الثانيه ان احنا هنا احنا بنلعب الماتشين دولت اللي احنا الاولاني والثاني دوت ما عندناش معلومات عن حاجه، ان يعني احنا المفروض المنظم خد الافتتاح وعنده فاضل له ماتش واحد، لازم ياخد بعديها يوم راحه وبعد كده يلعب الماتش اللي فاضل وبعدين ياخد يوم راحه ثاني. ما ينفعش العب ماتشين ورا بعض ما اعرفش حاجه عن الفرق، الفرقه الثانيه بتتفرج عليا وانا ما بتفرجش عليها، وبعد كده استنى يومين بدون لعب وانتظر بقى المجاميع تاني. ما اعرفش انا مستغرب من الموضوع دوت. طب هتتغلب على ده ازاي او تقدر تساعد اللعيبه؟ خلاص هي حصلت، فاحنا مستنيين الدور اللي بعده بقى، خلاص هنتقابل بتاع ده رابع المجموعه الثالثه. بالنسبه لحضرتك الفرق اللي شايفه ان هي صعبه او هتبقى فيها تنافسيه شديده؟ كينيا والزمالك. تيتيانا عامله ماتشات حلوه قوي، شايف وجودها او تاثيرها في الملعب شكله عامل ازاي؟ هي كمان روحها حلوه قوي، يعني ما بين اللعيبه هي بتشجع الكل حقيقه. لا هي اندمجت مع اللعيبه بتاعتنا الحمد لله، بقى في تالف ما بينهم وهي فعلا عنصر مؤثر جدا في الماتش وسهلت علينا النهارده، لان بقى البلوك مركز معاها وناسي بقيه اللعيبه الثانيه، فده كان بالنسبه لنا مفيد برضه. هتعملوا ايه النهارده؟ ريكفري، انا كنت سامع حضرتك بتقول ريكفري، هتستعد ازاي للماتش اللي جاي النهارده وبكره؟ النهارده ريكفري، بكره في ناس هتاخد اجازه والباقي هيتمرن، وبعد كده الناس اللي لعبت هي هتريح النهارده بكره وتمرين خفيف بعد بكره وبعدين ننزل على الماتش. لسه ما نعرفش هنلاعب مين بقى لغايه دلوقتي لان لسه المجموعه ما خلصتش. بشكرك جدا يا كابتن، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا، الف شكر. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع كابتن ابراهيم فخر الدين مدير الفني للفريق. الحقيقه يعني اتكلم اكيد في عده نقاط النهارده، وبرجع لحضرتك مره ثانيه في الاستوديو. اتفضل.